السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه الفايدة من تعلم النفس وركس؟ طيب، بداية النفس وركس من البرامج اللي هي بتعمل 4 دي، يعني بيبقى عندي مثلا الموديل 3 دي، فانا بدخله بعد زمن فببدأ اشوف المبنى وهو بيتبني خطوة خطوة، تمام؟ يعني تخيل انت شايف الهرم بس مش عارف الهرم ده اتبنى ازاي، بنوه من فوق وكانوا معلقينه كده في الهواء وبدأ يكمل، ولا اتبنى من تحت، وايه اللي اتبنى الاول، وهل انت عملت الباب ولا عملت الشباك، يعني الترتيب بتاع بناء الحاجات بيظهر معايا. فببدا مثلا ابدا احط القواعد، وبعد كده احط الفلو الارضيه، وبعد كده تبدا تظهر الحوائط، وبعد كده يعني تبدا تشوف الشغل معاك. فانت لما بتشوف دوت بتعمل تقسيم للجدول الزمني بدل ما هو موجود في البرمافيرا او في الام اس بروجكت وارقام ومش فاهمين منها حاجه، لا بيبقى اسهل بكتير لما تكون حاطه مجسم قدامك. دي اول حاجه، تمام. الحاجه التانية الكوردينيشن، هو بيعمل كوردينيشن كويس جدا. طب ما الريفت بيعمل كوردينيشن، والاركاد بيعمل كوردينيشن، وتكل بيعمل كوردينيشن. هو في ميزه اقوى في الكوردينيشن، ان انا اقدر اخزن الحاجات اللي انا عايز اعملها كوردينيشن، بخزنها وبعد كده اعمل لها ادوس ابديت فيجيب لي اذا كانت الكرشات اتحلت ولا لا، فدي خاصه انا بحبها. الحاجه التانية ان انا ممكن اقول له ايه، لو الحاجتين مسافه بينهم يعني هما خابطين في بعض سنتي، تجاهل السنتي دوت اثناء التركيب هنعملها، او العكس اقول له ايه، لو الحاجتين دول المسافه بينهم متر اعتبرها كلاش، او المسافه بينهم على سبيل المثال الكهرباء والميه لو المسافه 15 سم اعتبرها كلاش عشان ابدا افكر في حل ليها، لان الميه ممكن يحصل تسريب فتيجي على الكهرباء فتعمل لي مشكله جامده، فدي حاجه تانية، تمام. الحاجه الثالثه موضوع ال 5 دي، هو كان اول في برنامج اسمه كوانتي تيك اوف، وبعد كده اصبح موجود في قلب النفس وركس. كوانتي تيك اوف بيعمل لي حصر بالفلوس، هتكلف قد ايه، يعني مش بيقول انا عندي كام باب، لا ده بيقول لي كام باب ومحتاج كام فصله، والراجل اللي هيركبه هياخد كام، والساعه بتاعته بكذا، او هيتعامل باليوميه، او في شركه هتيجي من بره، اي اسلوب من اساليب الحسابات ببدا احسب الفلوس. في الاخر بيقول المشروع ده هيكلفك قد كده، فبدخل المناقصه وانا عارف ايه المبلغ اللي حقق لي ربح، تمام، مش بضرب اي ارقام وخلاص، تمام. طيب بعد كده في حاجات تانية، او في حاجات كتيرة جدا، في زي مثلا ان انت تقدر تعمل ووك ثرو بسهولة جدا، تبدأ تاخد لقطات وهو يبدأ يوصل بينهم، وتبدأ تشوف ممكن تعمل رندر سواء فيديو او صورة بشكل سريع وقوي، فدي من ضمن المزايا بتاعت نفس وركس. هو يعتبر بيعمل 4 دي و5 دي، وبيعمل موضوع الكلاشات. وفي برامج تانية منافسة ليه جدا زي سينكروم، البرامج قوية جدا، يعني في أكتر من برنامج. لما تبقى عارف البرامج المنافسة وتبدأ تاخد على نظرة، تبدأ تشوف ده ميزته إيه وده عيبه إيه، وده ممكن استخدمه في كذا، وده كويس في كذا، وده بيعمل لي كذا. يعني مثلا النفس وركس ما بيصدرش ل 3 دي ماكس حتى الآن، بينما السينكرو لو انت شغال عليه بيتصدر ل 3 دي ماكس على طول بالجدول الزمني. يعني احنا مش عايزين نصدر كتله، لا عايزين نصدر كتله بالجدول الزمني، بحيث ابقى شايف المبنى هو بيتبني فاعمل له رندر كويس على ال 3 دي ماكس. دي من ضمن الاختلافات.